بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. النهاردة بنتعلم مهارة جديدة في سلسلة مهارة على الماشي. المهارة حيلة من حيل شركة مايكروسوفت اللي أخفتها عن عدد كبير جدا من مستخدمي هذا البرنامج، وهي كيفية إدراج أو إضافة جدول في الوورد باستخدام لغة المفاتيح فقط. الكل بيستخدم القوائم. المرة دي هذه في خلال هذا الشهر هنتعلم ازاي ندرج جدول باستخدام الكيبورد فقط لاول مره. تعالوا بينا نتعلم هذه المهاره. بافتراض ان حضرتك قمت بتشغيل برنامج الوورد، عايز تنشئ جدول، حددت الجدول عباره عن ثلاث اعمده مثلا، فبتضغط على حرف على علامه بلس علامه زائد، ثم تضغط على ناقص وليكن مثلا 10 15 مره، ثم تضغط على زائد ثم ناقص. احنا عايزين ثلاث اعمده يا شباب كده، ثم زائد ثم ناقص ثم ناقص ثم زائد. اذا هتبدا بزائد وتنتهي بزائد، ثم تضغط انتر فيتم انشاء هذا الجدول. كل اللي عليك بعد ذلك انك تضغط على مفتاح تاب فبيتم اضافه الصفوف على هذه الوتيره. طيب تعالوا بينا نتراجع في هذه الخاصيه. اذا زائد ثم كذا علامه ناقص ثم زائد ثم كذا علامه ناقص ثم زائد، تبدأ بزائد وتنتهي بزائد وتضغط انتر، ينشئ لك جدول مكون من عدد معين من الأعمدة بصف واحد، ثم استخدام مفتاح تاب لإضافة الصفوف. في طريقة تانية، ايه هي؟ انك تضغط زائد ثم تضغط على مفتاح تاب ثم زائد، ثم تضغط على تاب مرتين مثلا، ثم زائد ثم تاب ثلاث مرات زي ما انت عايز، ثم زائد، انت اللي بتحدد الاتساع، ثم زائد. اذا زائد ثم الضغط على مفتاح تاب مرة أو مرتين أو ثلاثة زي ما أنت عايز، ثم زائد، ويجب أن يبدأ الجدول بزائد وينتهي بزائد، ثم تضغط على انتر فيتم إنشاء الجدول، ثم تضغط مفتاح تاب فيتم إضافة إيه؟ الصفوف. دي الحيلة اللي أنا حبيت أوضحها لحضراتكم في هذه الثواني. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.